السلام عليكم. في أداة خاصة بإن أنا أحط الكولوم موجودة في RCC CAD، تقدر تختار كده وتقول له مثلا أنا عايز سنجل ليفل، أيوة اللي اختار الجريد اللي أنت عايز تحط الكولوم فيه. مثلا أنا هشتغل على ليفل 1 لحد مثلا ليفل 2 3 زي ما أنت عايز. ده الجريد، كل جريد منهم تقدر تحدد أنهي عمود اللي أنت عايز تحطه أهوت. الأوبس قد إيه، الإكس والواي قد إيه، الليزر نيم هتحطه في أنهي فيس، فبيديني أداة سهلة جدا في الاستعمال. يبدأ بقى يحط لي الأعمدة في المشروع زي ما انت شايف. وفي اختيار تاني لو انا عايز احط العمالة دي في اكتر من دور اهوت مالتي ليفل، ببدأ اختار كل عمود هيتحط في انهي ليفل والانهي ليفل ودوس اوكي، هو يبدأ يوزع زي ما وزع العمالة دي. بقول له مثلا الجريد اللي هو A1، هو بيبدأ يجيب لي الأعمدة اللي أقدر أحطها، بختار العمود وبختار البيس ليفل بتاعي والتوب ليفل بالشكل دوت أهو. مثلا العمود دوت أهو، أقول له مثلا ده هيبدأ مثلا من ليفل 1 لحد ليفل مثلا 9 وهكذا، وفي الآخر بقول له أوكي، هو بقى يبدأ يعمل الأعمدة دي في المشروع.